هو كده استمرار للمشكله الشخصيه القديمه، عشان الناس ما تفهمش ان في اي جوانب فنيه في الامر، ما فيش جوانب فنيه. احنا كده يعني للاسف، للاسف جد كابتن حسام لا يستمع للنصائح، لا يستمع تدريب المنتخب. هنا ممكن يقول غير كابتن طبعا اسلام، انا مش الموضوع مش واضح. خليني اكمل لك. اتفضل. انا مش مع اللي انا هقوله. يعني انا مش مع اللي انا هقوله، هتقولوا لكن ليه؟ هقول انه كابتن حسام يقول لك ده اختيارات فنيه. ابدا انا مستحيل. اوكي مستحيل. لا عشان بس في ناس عمر كمال في ناس احسن عارفه باك يمين في مصر عمر كمال جوكر. كان مع كابتن حسام في النادي المصري. عمر كمال قال راي فني في الكابتن حسام. أوكي. كابتن حسام حلف 30 يمين انه اللي يبطل عمر كمال عبد الواحد الكوره. كابتن حسام بيستغل منصبه كمدير فني منتخب مصر انه مش هيدخل عمر كمال منتخب مصر وهو افضل حالاته. انا اسف، مين النهارده بيحب كوره شاف عمر كمال اخر 4 شهور مش هيقول انا اسف يعني انه افضل واحد لعب في الجناح الايمن في الظهير الايمن والظهير الايسر الاثنين. ده وهو بيلعب باك شمال مع الاهلي جاب جون مش ممكن. جاب هدف يا خبر ابيض. ايه الجون ده؟ هو باك شمال مش مركزه، ولعب جناح هجومي مع النادي الاهلي في نهائي الكاس قدام الزمالك في السعوديه. صحيح. لعيب جوكر لعب في كل الاماكن دي معاك مع كابتن احترام. والله بص طبعا يا كابتن اسلام كل الاسماء الموجوده ربنا يوفقها. طبعا حاجه حلوه انك تشوف اسمك في قائمه منتخب مصر، ولكن لاعب زي ده يتم استدعائه في افضل فتره فنيه له ده ظلم. هو واخد مين ناحيه اليمين؟ واخد محمد هاني واكرم توفيق واحمد رمضان بكم. احمد رمضان بيكم مساك بيلعب مساك دلوقتي. بيكم مع ما كان بيلعب باك يمين مع مين؟ مع النادي الاهلي. لا باك يمين هو مساك رابع ايا كان. لا اقصده انا مش عايز اتكلم والله في مقارنات، لان المقارنات هتدخلنا في حاجات كتيره جدا. كل اللعيبه يعني ربنا يوفقها، بس احنا بنتكلم على واحد مش طبيعي. بس هو عمر كمال حاليا ان هو يعني ممكن يكون عنده مثلا بدايل وهو شايف ان البديل ده افضل، يعني ده يعني وجهه نظره. بس هي فكره ان هو اكرم اصلا بيلعب معاه وسط ملعب. يعني هو اكرم في الماتش الودي بتاع كرواتيا والماتشات دي كان بيلعب وسط ملعب. يعني انت ما عندكش في القائمه غير هاني، واكرم هتوظفه كباك رايت. انا مش بكلمك حتى على الاهلي يا احمد. انا بكلمك على مصر كلها. مصر كلها ما فيش فيها ظهير حاليا في الوقت الحالي يمين او شمال زي عمر كمال الواحد. صح. مصر كلها هو واخد 3 رجل المباراه اصلا. نعم واخد 3 ماتشات رجل المباراه. ده مثلا يعني من 4 ماتشات لعبهم مع النادي. بكلمك على لعيب جوك. وتاني لو في اي مشكله شخصيه والله يا كابتن حسام الظلم وحش. الظلم سيء، الظلم وحش فعلا، الظلم وحش، الظلم اخرته وحشه. النهارده ده اكل عيش الولد. وده الكوره عدد سنينها قليل، انت بتلعب لغايه سن معين وخلاص. ممكن عمر كمال بعد سنتين ما يتالقش كده. يعني مثلا واحد زي برضو كوكا في تركيا، مع احترامي لمحمد الشامي، هو محمد الشامي كاب كام جول؟ مش بهزر ولا لا؟ هو حسين الشحات اولى من محمد الشامي ولا حسين الشحات؟ محمد شامي يعني حسين الشحات هو بيلعب جناح ولا بيلعب محمد صريح. الشامي بيلعب جناح يمين، بيلعب جناح يمين وقاعد احتياطي في المصري بقاله ماتشين 3. يعني ماتش النهارده ما كانش بيلعب، مش نزل محمد الشامي التاني. بيلعب في المصري. طب معلش. لا انا هبص معلش. لا 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 يعني في حاجات مهمه. محمد الشامي كان بيلعب في المصري ونزل النهارده بديل. يعني هو مش اساسي اصلا في التشكيل النهارده في ماتش المصري. ماشي بقى، يقول لك بقى في فلان وفلان وفلان ما بيلعبوش الفتره الاخيره. في خبرات، في لعيب. يعني واحد زي حسين الشحات يا جماعه بيمر برضه في حاله فورمه كويسه، بيلعب نهائي افريقيا، بيلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، بيلعب كاس عالم للانديه، لعيب عنده شخصيه. هو ولا محمد الشامي؟ كامل الاحترام طبعا للقايمه وكل الدعم للقايمه الموجوده، بس في علامات استفهام على الاختيارات. عمر كمال ما ينفعش ما يكونش موجود، ما ينفعش اخد محمد الشامي على حساب حسين الشحات. واحمد حسن كوكا يعني برضه لا. وفي نقطه بقى ثانيه خالص، ما ينفعش اصلا وانا بختار القايمه كده انا كراجل صحفي ابعد نفسي بقى عن الكلام اللي طلع من الكابتن حسام في الجلسه الوديه اللي قعدها مع الصحفيين وقال فيها ما فيش لعيبه. طب ما انت ما بتختارش. سبحان الله. انت ما بتختارش. طب اقول يعني الدوري فيه لعيبه. عمر كمال عبد الواحد، انا اسف يا احمد، يعني انت هتديله تقييم في اخر 4 شهور من 10 باسوأ درجه. 8.5 اسوأ درجه. شوف لا خليك قاسي عليه يا سيدي. 7 7 انت ما بتاخدوش. انت هتقول للناس الدوري لا يفرز لاعبين جيدين، انت اللي قلت. طب اقول لك على حاجه كريم تاكيدا لكلامك، انا شايف ان في لعيب بيلعب في النادي الاسماعيلي كان يستحق يتواجد في القائمه. عمر الساعي. انا شايف ان عمر الساعي بصراحه جاب جون جميل. احسن اللعيبه. انا وجهه نظري برضو ناصر ماهر
يعني بس بيأدي النصر بصراحه مع نادي الزمالك عامل لا بس ممكن مثلا برضو الناس في جمهور الزمالك يقول لك عمر جابر ليه ما يتاخدش؟ عمر جابر ماشي بشكل كويس. عمر جابر صح دونجا مثلا دونجا كويس قوي. فانت ناصر ماهر بس عمر جابر ممكن عامل السن يقف قدام. طب انا عندي سؤال، ناصر ماهر ولا قفشه كخبره وكاداء؟ خبره لا قفشه بصراحه طبعاً. متالق بس اخر فتره كمان قفشه كان هيجيب جون عالمي امبارح. لا وقفشه كمان لا دوره بس في الاخر هيقول ايه يا اخي اللي احنا بنتكلم فيه ده في خدوهات في خدوهات عمر كمال لا في حاجات ما فيهاش والشامي وحسين الشحات برضه صعبه. نعم برضه معلش ما تزعلش مني لسه كنت هقول لك احمد حسن كوكا بره القائمه تماما. انا وجهه نظري انا بس عايز امسك حد بره الاهلي عشان ما اقولكش ايه اهلي اهلي اهلي، لكن انا بتكلم مثلا واحد زي احمد حسن كوكا ده جايب 4 اهداف في الكاس تركيا وجايب بتهيألي هيكون بتهيألي انا مش فاكر يعني انا الشامي بقالي فتره ما اتفرجتلوش على ماتشات كتير يعني ما يعني معلش حاجه ثانيه كان زمان مش يعني طبيعي لو في لعيب متالق خلي كمان يعني حيبان. اكيد الاعلام هيبان يعني ايه اللي هيخلي يعني هو سايب مثلا عمر السعيد مثلا لما ظهر والامانه الولد شغال بشكل كويس بس انا برضو امانه عمر كمال يا خبر ابيض احنا بنتكلم على لعيب نادي الاهلي ظهير يعني بيلعب في مركزين حاسين جدا. طب تعالى نمسك القايمه كده يعني مثلا هو مثلا الحراس الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان. اوكي. ده يعني يعني هتبقى مثلا الشناوي ومصطفى شوبير 2 حراس من النادي الاهلي وعواد والمهدي مفيش يعني والاربعه اصلا منطقيين مفيش اسم خارجهم. لا بس ليه ممكن تكون شوف بسام ماشي في الفتره الاخيره بشكل جيد جدا. وبرده محمود جاد في المصري ماشي بشكل كويس. يعني انت يعني ممكن ما نختلفش قوي في حراسه المرمى وجهات نظر. تعالى المساكين محمد عبد المنعم رامي ربيعه ياسر ابراهيم احمد رمضان بيكهام برضو ناحيه الاربع مساكين يعني هو شايف ان بيكهام رابع ماشي ما عادي. ناحيه الباك رايت دي بقى اللي فيها يعني فيها تعليق ان ما عندك هاني واكرم انت المفروض اكرم بتدخله في وسط الملعب مفيش حد مع هاني. ناحيه اليمين كان المفروض يبقى عمر كمال عبد الواحد هيقول لك هوظف اكرم باك يمين مثلا ماشي بس يبقى عندك 2 واكرم في وسط يعني الملعب اكرم مثلا يعني انت اكرم لو هتوظفه ناحيه اليمين طب كنت خدت دونجا لاعب نادي الزمالك في وسط الملعب واحد من افضل اللاعبين في هذا المكان صح. ناحيه الشمال محمد حمدي واحمد فتوح مفيش غيرهم حقيقه. في وسط الملعب مروان عطيه حمدي فتحي احمد نبيل كوكا امام عاشور دول وناصر ماهر دول الارتكاز. اوكي ممكن مثلا الناس برضو تقول لك يعني انا كنت بشوف ان عمر الساعي كان ممكن يخش مع مروان عطيه وحمدي فتحي وامام عاشور وكنت بشوف قفشه افضل من ناصر ماهر في الحته دي. لا وسام مرسي اخد احسن لعيب في الشامبيونشيب في انجلترا صح. الجناح اليمين بقى نحط الجناح اليمين طبعا محمد صلاح بديله هيبقى مين؟ مصطفى فتحي منطقي ده منطقي. الناحيه الثانيه زيزو وتريزيجيه مع ان زيزو ما بيلعبش شمال قوي زيزو دايما بيلعب ناحيه اليمين يعني ممكن يبقى انت واخد 3 ناحيه اليمين زيزو وصلاح ومصطفى فتحي. أوكي. ناحيه الشمال ما فيهاش غير تريزيجيه ومحمد الشامي عشان كده كنت شايف ان حسين الشحات كان لازم يبقى موجود في الحته دي يعني عمر كمال وحسين الشحات تحديدا لا خلاف كبير عليهم يعني. اللي قدام مصطفى محمد احمد امين اوفا ماشي كويس مع انبي بس ما تعرفش هل هينجح دولي ولا لا في ماتشات زي دي انت ما جربتوش ماشي هياخدوا يجربوا عشان كده ما حدش اتكلم عليه ماشي يعني بس هنجربه في ماتشين بوركينا في ماتشان يأهلوك كاس عالم صحيح دي برضو صعبه. طب يعني انت ليه ما خدتوش؟ محتاج واحد خبره زي انا وجهه نظري احمد حسن كوكا خبره وبيلعب في اوروبا برضو ما اعرفش يعني كابتن اسلام كابتن حسام حسن في لقائه مع الصحفيين اشار في اكثر من مره انه يرغب في الغاء الدوري لسلامة وصولنا للمونديال اللي متاخد منه 9.5. لا بجد والله لا 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 احنا في موقف يعني في حاجات غير بتحصل. لا لا ده مش طبيعي بيحصل مش طبيعي والله العظيم يعني احنا النهارده جايين بنجرب اسماء بوركينا طبعا واحده النهارده من افضل 6 منتخبات في القاره بوركينا فاسو وماتش حتى غينيا بيساو ماتش مش سهل صح. طيب احنا النهارده جايين انا اسف اللفظ يعني بنخطط ازاي؟ انا بخطط ازاي؟ انا فكرتي ازاي للمنتخب؟ طريقه اللعب بتاعتي يعني حتى في ماتش كرواتيا اللي هو كان ماتش يعني يفترض ان احنا نستفيد منه بصراحه بشكل كويس كنا بعيد، اوكي مفيش مشكله قلنا بدايه التجربه وماتش تونس كان لطيف وما علينا ما علينا. طيب تعالى النهارده احنا داخلين على ماتشين مهمين. السؤال بقى احنا النهارده كابتن حسين بيفكر ازاي في مثلا فكره محمد صلاح وزيزو؟ هتحلها ازاي؟ محمد صلاح ما لعبش معاك ولا مره.
طيب انت النهارده مصدر لنفسك مشاكل قديمه بتاخد بترحلها معاك للمنتخب، مشكلتك مع عمر كمال عبد الواحد. طب انت ليه ايه الفكره؟ ايه الفكره من ان انت تزود حالات الجدل والكلام على المنتخب في الوقت اللي هو محتاج فيه هدوء، لان انت داخل على ماتشين مهمين. احنا عندنا 6 نقاط، لكن فقدان اي نقاط في الماتشين الجايين دول لا قدر الله ممكن يعمل لك ازمه. فتاني واحده من اهم يعني بشوفها في وجهه نظري اسباب الانتصارات، ان انت لازم تحط العدل، ايتم العدل ده، ورقه العدل دي ما تلعبش فيها. صحيح. اعطي كل ذي حق حقه، عشان لما تيجي حتى يحصل لك يعني اي نوع من النتائج السلبيه تقول انا عملت اللي عليا وما ظلمتش حد. بصراحه اتمنى تاني اهو، اتمنى والله اتمنى من الكابتن حسام حسن، طالما ان انت حققت هدفك في الحياه، انت سعيد بنفسك انك تاخد كرسي مدير الفني منتخب مصر، انت اللي سعيت له مش هو اللي سعى لك. الكرسي مش هو اللي جالك، انت اللي رحت له. فعلت كل شيء من اجل انك تروح له. ورب سبحانه وتعالى اداهولك. وانس انك انت وصلت لمبتغاك، رغم ان انا مؤمن على المستوى الشخصي ان طالب الولايه لا يولى، يجب انك تقلل من المشاكل ومن المواضيع اللي بتتفتح حوالين المنتخب. صلاح عنده موضوع، عمر كمان عنده موضوع، السيد الوزير بنفسه يتدخل وبيقول لنا على ميعاد وصول محمد صلاح، مش الجهاز الفني. احنا كاعلام عرفنا موعد وصول محمد صلاح لانضمام لمنتخب مصر من سياده الوزير اشرف صبحي، مش من الجهاز الفني منتخب مصر. ودي عليها علامات استفهام كتير قوي. النهارده بنفتح موضوع مع واحد افضل، والله والله لو سالت مشجع من الزمالك على مشجع من المصري على مشجع من الاسماعيلي مين افضل ظهير في مصر حاليا يمين او شمال، يقول لك عمر كمال عبد الواحد. نظرا للفتره الاخيره. الموضوع ملوش دعوه خاص بالانتماءات خالص. انا اكتر واحد كنت بقول فيه احمد فتوح من منتخب. فتاني نتمنى ان منتخب مصر يبقى الامور فيه واضحه، وكابتن حسام حسن تاني يحاول يستمع للنصائح، ابعد عن الشخصنه في الشغل، الامور الشخصيه خارج الشغل. داخل الشغل ما نشخصنش الامور بس كده. ننتقل نشوف مارسيل كولر.